المنتخب العماني بيصعد لنصف نهائي كأس الخليج بعد الفوز على الأخضر السعودي 2-1 في مباراة كان الفضل فيها لإبراهيم المخيني الحارس العملاق اللي أنقذ أكثر من كرة خطيرة، والمحارب حارب السعدي اللي أحرز هدف الفوز وأجمل أهداف البطولة حتى الآن. مباراة لم تقنع الجماهير العمانية، والكل بيتكلم عن الصعود وهو ده المهم بصرف النظر عن الأداء. النتيجة خدمت المنتخب، صعدت بيه للدور نصف النهائي، هو ده الأهم بالنسبة للجماهير. وكالعادة الفيلسوف برانكو لازم يكون له لمسة. النهاردة بدأ بأحمد المطروشي في أول مباراة رسمية ودولية للاعب، يحطه كده في خانة اليك زي ما بنقول. أداء عليه علامات استفهام كتيرة من المنتخب العماني من الناحية الدفاعية، صلحها برانكو في الشوط الثاني، ولكن حتى التغييرات عليها علامة استفهام. صلاح اليحيائي بعد ما بدأ يتحرك وينقل الفريق للحالة الهجومية ويعمل خطورة، فوجئنا كلنا بأنه بيسحبه وبينزل خالد البريكي. الأدهى من ذلك التغيير اللي في النهاية في الدقيقة 90، دايما فهمي دوربين ويغير طريقة اللعب ل 5-4-1 أو 5-5-0 زي ما أنت عايز تقول قول، ولكن اللي بيشفع لهم إن هم فازوا بالمباراة وصعدوا للدور الثاني. في البداية لازم تتكلم عن المنتخب السعودي، المنتخب الشاب، المنتخب المتجانس اللي قدم واحدة من أفضل مبارياته خصوصا في الناحية الهجومية واللعب من على الأطراف. بدأ بضغط على المنتخب العماني، بدأ يهاجم من الناحية اليسرى وهي اليمنى للمنتخب العماني لأنه عارف إن فيها مشكلة. وجود النهاردة المطروشي اللي ما كانش فيه مستواه واللاعب معذور لأن دي أول مباراة ليه، بدأ بقى بتحركات تركي العمار من عمق الملعب. بقينا نشوف تحركات سمحان النابت من ناحية الشمال والكرات العرضية اللي كان متنوع فيها المنتخب السعودي سواء من ناحية الشمال أو من ناحية اليمين، واستغلال الأطراف كما يجب أن تكون، واللعب كمان في الناحية العكسية من كل اتجاه سواء من الناحية اليمين أو الناحية الشمال، عملوا خطورة على مرمى المنتخب العماني. وفي ظل ما المنتخب السعودي بيهاجم كان التقدم للمنتخب العماني. تحركات بقى المنذر العلوي اللي كان عامل هو الخطورة الوحيدة في الجانب العماني في الشوط الأول، ما شفناش صلاح اليحيائي، ما شفناش تحركات الأطراف، ما فيش زيادة هجومية لا من الكعبي ولا من المطروشي، بل بالعكس كان في مشكلة كمان دفاعية ان انت مأمن احمد الخميسي انه يغطي وراء المطروشي، فكنت بتفقد لاعب من لاعبي عمق الدفاع، وده اللي كان عامل لك مشكلة. وبقينا نشوف الزيادات من تركي العمار والخطورة اللي كانوا بيعملوها على المنتخب العماني، ولولا براعة ابراهيم المخيني كان زمان المنتخب السعودي هو المتقدم في النتيجة. هدف للمنذر العلوي بعدها بدقائق، هدف تعادل بيبين لك الشغل اللي كان بيعمله المدرب سعد الشهري، ان هو بيلعب في ظهر المطروشي، اخترق الناحية دي، وسوء ترابط ذهني بقى ما بين اللاعب جمعة الحبسي في الكرة بتاع الهدف للمنتخب السعودي استغلها المنتخب السعودي واحرز هدف التعادل. انتهى الشوط الاول بالتعادل 1-1، لكن النتيجة ما تشفعش للمنتخب السعودي، لازم يهاجم ولازم يبدأ يلعب على المكسب. في الناحية التانية برانكو تدارك الامر ونزل بقى تغييرين في بداية الشوط الثاني، نزول محمد المسلمي كقلب دفاع تاني ورحل أحمد الخميسي كباك يمين، وده اللي كان المفروض برانكو يعمله، وعشان يعمله خسر تغيير بالإضافة إلى إصابة المنذر لعب مكانه زاهر الأغبري. زاهر بدأ يعمل تحركات هو وعصام الصبحي اللي كان مختفي في الشوط الأول، بدأ يتحرك في الشوط الثاني مع تحركات صلاح اليحيائي، وفي عز الاندفاع الهجومي بدأنا نشوف هجمات خطر للمنتخب العماني. لكن المنتخب السعودي كان أفضل من كل النواحي سواء الجانب البدني سواء الجانب الذهني، حتى مع صغر سن لاعبيه عنده ثقة في الأداء، بيقدم كورة شاملة وبيلعب في كل مكان في الملعب سواء من العمق بيخترق من الأطراف، ولكن اختراقاته بدأت تقل بوجود أحمد الخميسي في الناحية اليمين. خطورة المنتخب العماني بدأت مع بداية الشوط الثاني وانفراد لعصام الصبحي، ولكن حطها بغرابة جديدة فوق
العارضة. بعد كده شفنا المنتخب السعودي بيضغط، بيحاول يعمل هجمات ووصل لمرمى إبراهيم المخيني، ولكن زي ما اتكلمنا وقلنا تألق إبراهيم المخيني وإنقاذه لأكثر من 4 فرص محققة للمنتخب السعودي. وفي نص الشوط الثاني بدأنا نشوف التغييرات، تغييرات للكابتن سعد الشهري كلها هجومية على أساس أنه هو يحرز هدف الفوز وهدف الصعود، في المقابل تغييرات دفاعية وتكتيكية بحتة من برانكو بخروج أرشد العلوي ونزول معتز صالح، خروج صلاح الإحيائي اللي في التوقيت ده كان بدأ يقرب من المرمى وبدأ يعمل أكتر من كرة عرضية وخطورة مع عصام الصبحي، اتفاجئنا بيه بيسحبه ويطلعه بره وينزل خالد البريكي عشان يأمن في وسط الملعب. تغييرات تحسب لبرانكو ان هو عاوز يأمن النتيجة وما يخسرش، وده اللي حصل، ان ما دخلش في مرماك اهداف، انك امنت المنطقة الدفاعية ولكن ضغطت الفرقة. بدأنا نشوف المنتخب السعودي بكل قوة في منطقة جزاء المنتخب العماني وانقاذ المخيني لاكتر من فرصتين او 3 فرص محققة. المخيني انقذ المنتخب العماني من الهزيمة، انه كان ممكن تطلع النتيجة 2-1 لصالح المنتخب السعودي في الوقت بقى اللي ربنا بيكلل مجهود حارب السعدي افضل لاعب المنتخب العماني في البطولة حتى الان، ثبت مستوى في 3 مباريات وزي ما بنقول احسن الوحشين، بهدف عالمي وتسديدة عالمية بيكلل مجهوده بهدف ممتاز، وعايزك تشوف الرياكشن بتاعه بعد الهدف بيبين لك قد ايه اللاعب ده شايل فوق طاقته وبيعمل كل ما في وسعه عشان منتخب بلده. يستحق الإشادة الكابتن حارب السعدي، وهدف في توقيت مثالي وكمان هدف عالمي من اجمل اهداف البطولة. توقيت الهدف في الدقيقة 84 خلاص المباراة ماتت اكلينيكيا، ولكن شباب المنتخب السعودي ما سلموش الراية، بدأوا يهاجموا ووصلوا حتى الدقيقة 6 من الوقت الضايع، كان لهم فرصة بالتعادل من ضربة ثابتة ولكن إبراهيم المخيني كان بالمرصاد. عشان كده بنقول إبراهيم المخيني وحارب السعدي صعدوا بالأحمر العماني لنصف النهائي. مليون مبروك للمنتخب العماني صعوده للمربع الذهبي، وهارد لك للمنتخب السعودي اللي قدم مباراة كبيرة وقدم بطولة مميزة بعناصر شابة لها مستقبل كبير بإذن الله. بكده حلقة تكون انتهت، أتمنى الفيديو يكون عجبك، ولو عجبك الفيديو ياريت تنزل تشرفني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وحاول تشار الفيديو على قد ما تقدر عشان نوصل لأكبر عدد من المتابعين. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.